السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ميزة في السكادول في ريفيت 2021، ألا وهي لو أنا بدأت سكادول وقلت له نيو سكادول واخترت أي حاجة هتعملها، وليكن مثلا الول، مثلا الفيسز طبعا مهمة، هل هشتغل على واحدة فيهم existing ولا working drawing ولا learning content، لأن ممكن واحدة فيهم ميكونش فيها شغل فالسكادول بتاعها ناقص. يعني لو عملنا سيلكت مثلا على الوول دوت هتلاقي الفيس ده في الوركينج دروينج. طيب يبقى انا هاجي هنا نيو سكادول وركينج دروينج وول وول اوكي، واختار بعض العناصر واقول له هاتهم لي هنا واقول له اوكي. طبعا ممكن تاخد من الاستراكشر ماتيريال بعض العناصر، ممكن تاخد مثلا من الاناليتيك بعض الحاجات، ممكن تاخد من البروجكت انفورميشن. تمام، ولو انت قلت له انكلود اليمنت ايه لينك هتلاقي عندك ار بي تي لينك وتقدر تزود حاجات خاصه باللينكات. طيب هقول له اوكي، هيبدا يعمل لي السكادول بالشكل دوت. طيب انا دلوقتي مثلا انا بدور على المعلومه دي وعايز اعرف اللي جنبيها واللي بعديها وهكذا. طيب يبقى انا ممكن ادخل هنا في اديت، هنا فلتر لو انا عايز افلتر الحاجات، هنا السورتنج لو انا عايز اعمل جروب، الفورماتنج الشكل كل واحد فيهم يمين شمال هوريزونتال فيرتيكال، ابيرنس اللي انا عايزه بقى الحاجه الجديده في ريفيت 2021 اللي هي ستريب رو اللي هو بيخلي واحده بلون واحده بلون. هتعلم كده وهتقول له بقى الفيرست ولا السكند اللي انت عايز تلونها وتختار لون، نقول لكم مثلا الاخضر اوكي، ويقول لك انت عايز تشوف الموضوع اللون ولون دوت في الشيت ولا لا، هقول له اوكي هيبدأ يظهر لي بالشكل ده. طيب لو جيت هنا وقلت له انا عايز شيء جديد وقلت له المتريك وسحبت الوول سكادول هنا، تمام هتلاقيه ظهر عندي بالالوان بالشكل ده.